حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مسؤولية التشويه التام لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرا إلى أنها استخدمت الاتفاق كأداة للابتزاز السياسي. وقال بوتين إنه لا يمكن لموسكو الاستمرار في المشاركة باتفاق الحبوب على وضعه الحالي، مشيرا إلى أن موسكو سوف تعود للمشاركة في الاتفاق حال تم تلبية المطالب الروسية المتعلقة بالاتفاق.